برقاش كانت حدث في السنوات الأخيرة للأستاذ زيكل، لها قصص كثيرة جدا، وعبد الناصر راح هناك والسادات راح هناك وجيفارا قعد 3 أيام هناك، وعرفات قعد 3 أيام في حديقة بيت الورد، يعني وزعماء أوروبيين وصحفيين كبار، برقاش تاريخ طويل. لكن هو كان بيعتبر بيت الجيزة ده مكتبه، بيته هو كان بيعتبره برقاش، كانت عاصمة روحه، العاصمة الروحية لوجدانه وروحه وتكوينه، ولم يدخلها إلا من أحبهم هيكل، لم يذهب إلى برقاش إلا البشر اللي عارفهم مصريين أو عرب أو أجانب وأحبهم وارتبط بهم وجدانياً.